مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منورين ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. نبدا معاكم بالخبر اللي افزعنا كلنا، خبر وفاه النجم الاهلاوي السباح الاهلاوي عمر زياد. عمر زياد الشاب اللي عنده 19 سنه وسباح النادي الاهلي، افزعنا خبر وفاته. طبعا كل التعازي لاهله واسرته واسره السباحه في النادي الاهلي وكل الراضيين في مصر. اسباب بتتعدد يا جماعه، لكن في الاخر الموت واحد، لكن لازم ناخد بالاسباب، الاسباب اللي هي لازم نكلم ولادنا ولازم نحذرهم من السواقه بسرعه ولازم نحذر الناس الشباب. عموما الرياضيين دايما مستعجلين في كل حاجه خصوصا كمان السواقه، عشان كده دايما بنسمع اخبار عن الرياضيين للاسف اخبار محزنه، لكن في الاول وفي الاخر مؤمنين بقضاء الله وقدره، والكل اهله الصبر والسلوان، ولكل اسره الرياضه في مصر على هذا الفقيد الغالي على قلوبنا كلنا. عمر زياد طالب الجامعه الالمانيه الجي يو سي، لسه في سنه اولى، لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قضاء الله وقدر ربنا يصبر اهله كلهم زي ما حضراتكم شايفين، حاجه يعني تقطع القلب، لكن يعني قدر ربنا، واكيد اهله ناس مؤمنه بالله واصحابه. مش عايز اقول لكم ان انا يعني انا كمان ولادي يعني عارفين عمر زياد، وكان البيت عندي النهارده يعني ماساه، لكن قضاء الله وقدره زي ما بقول لكم تاني وباكد وبعيد تاني، الاسباب كتير لكن في الاخر الموت واحد، لكن ربنا قال لنا ناخد بالاسباب. مش عايزين نستعجل على اولادنا، عايزين نحافظ عليهم. التهور في السواقه والتهور في الشباب والحاجات دي كلها ربنا يرحمه ويحسن اليه ويصبر اهله تاني، والحمد لله على كل شيء، وربنا يصبرهم تاني المره المليون. مجلس اداره النادي الاهلي كلهم، كابتن محمود الخطيب، كلهم اقل حاجه يعملوها لهذا الراحل العزيز على قلوبنا كلنا هو مشاركته في الجنازه بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين كل مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه شاركوا في تشييع جنازه الراحل عمر زياد من مسجد نوري خطاب بمدينه نصر النهارده. حاجه تقطع القلب، 19 سنه، شاب زي الفل، رياضي، سباح، حاجة تشرف أي حد، لكن ربنا أكيد ليه حكمة. البقاء والدوام لله. الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله المرة المليون. حاجة أفجعتنا كلنا، بتوجع قلوبنا كلنا، شاب يعني ربنا ما يوريها لنا تاني، خصوصا في الشباب اللي زي الورد. نموت خلاص ما بيفرقش، لكن ناخد بالاسباب، وربنا يعني يحمي كل شبابنا ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم ان مجلس الاهلي كله والاداره التنفيذيه بتاعته شاركوا في جنازه الراحل الغالي على قلوبنا، ان شاء الله ما نشوفش اي مكروه تاني لشبابنا.